خزال المواقف من مرتضى. نتفق ان مرتضى عمر شايك قال انه يدافع مثلا حقوق المثليين، اكلت رمضان بدون اي قيد حريه ويعبر عن الرأي. قبل في الاوقاف السيده ودي تريحبو كيف السياسه المغرب زي النهج الديني مثلا. تماما، ممكن هذه هي واحد يجن العله، ممكن هذه يجن العله، ممكن تيري عله خفيه، ممكن تيري، ولكن شي من قاخ المغرب كدوله كمؤسسات كذا تؤمن حريه معتقد اقطاخ الدستور، من نتاع حقوق الاقليه اقطاخ قوانين كذا. لكن من درس مثلا غير مثال المثليين، السبب الرئيسي انه اشتهر عن مرتضى انه يدافع عن المثليين ماشي كموقف اولي مبدئي، انما ما يزيد كامنين هاني ما عقرم ذني كفاس شن عامين يمكن كفاس وقع خاص الاعتداء جنسي ذني ايش قصير هذا قيدي الساعه وديرو قني قصير حال السيد يوذان قاعد خدمه الدوله الطفل بنادم ما خاص قوم من الحد نيغ على حساب من سن العقل نسن وعجيب شامنيني وقع غلي دولة إسلامية سي مرتضى لا يعقل منه ويقشيني بنادم أنه السيد يقواس وارون تمغارين دي الشارع دولة دولة إذا كان ذي العهد من الرسول السيدة مولي سجن سجن خاص يحكم القضاء راك كيس المشكل راح الدولة أنت تعي قلنا كيس غيطب خمس طرف ما حكم مثلية الإسلام مثليات وحسب يجي الفاحشة يعني ما راه تمارست ما راه قتلك ما قتلك سويتي تمارس شيء توحسب انسان الشغل نس ولكن ما يتمارس يتاك حتى تحسب الفاحشة. ما الحكم نعم. النسوي للاسلام بالضبط مثلا قال الحد يعني الحد الحد غاسبو الحد غاسبو الحد ثوني قال غاسب الحد يخصد يوي النص يخصد يوي دليل وين يبو نص حول المثل لا 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 ذي النص انه وقعت الفاحشة الاثم كذا ولكن واش يمشي الحد مثلا والزنا الزنا غاس حد ينسى يجن الجلد ولكن مخصص قانون بالنسبه للمثليه وذي مول حد الشرع ذين شي احاديث لكن ضعيفه بالنسبه لسنسن علماء الحديث طعن للصحه نسن ورخو نعم. مثلا نزرى بانه مؤخرا ديني مثلا وزون السن جمعيه للمثليين ديال المغرب نعم موقف مرتضى مثلا موقف مرتضى مرة نطرح ان الاقليات ديال المغرب خصها ديري فين اعتراف نسن كذا ان شاء كيس غيجي المشكل زعما يعني هذا مثلا نهارات فوق جمعيه تنادي بالمثليه وكذا يعني عريز نختم مغار لا مرة نستوى خمسيثة انه كحقوق الافراد قنها من سوى المثليه يمكن نقاش شينا كارقا عن الايمان بالحريات يوذن المجتمعات العالمية ككل من سوى المثليات اذا كار وقع انه نيش المغرب ما دافع حقوق الاقليه ثانيتين ما معناش انه دافع حقوق الطوائف الدينيه حقوق الاقليه العرقيه كذا ثانيتين نقاط انه شين يمكن راسنا ويجي الوقت بالزسخان ماشي المجتمعات العالميه كلشي تبدلت امريكا يجي وخذ القوانين تسمى تشرعين بعيدين عن الاسلام الدين اللي غاسج القانون المحددات لا قال الاسلام الاسلام غاسب في اش المشكل كي اعتراف الاقليات الاسلام كدين غاسب المشكله كمانايا بالعكس الاسلام غاسب يجي بالعالم القران اذ كاد المثليين ما سنجي القران بالعالم يومي كنا غير اولي الاربه من الرجال اذا ذكرت درنا غاسل الاحكام خاصه للقران غير اولي الاربه من الرجال وذان غاسبوا الاربه المغارين يا يزنينا رب العالمين يسن احكام خاصه للقران ولكن الفقه الاسلامي ما يعرف بالتراث ويتعاطى شيء مسيته ثانيتين وكيسي يناقش مليح اما المثليين القران نص القران ايين ديجن جماعه موجودين يعني طرف زاكس المرتضى مثلا زار بانه في فرنسا نغدي الجزائر امام وقال بانه نشميس ليه جنسيا يعني ولكن بو مشكل قيد زاد جاسي وزاد مره زريت مرات تبع المنويه في فرنسا يعني مسجد للمثليين منويه قالت بانه اعداء يعني يناوزون العزم الاسلام كذا شكمش تولي القضيه يعني اشقاق اشقاق وهو يعتبر نفسه مثلي نعم اشقاق فرق جان الاعتراف بحقوق الاقليه هي ثانيتين
الممارسه، نيش تواريخ الممارسه الجنسيه يعني في مثليا تيجي الفاحشه استنكرها واعفها يعني نفسيا ودينيا يستنكرها، ولكن كتواجد كاشخاص خصنا نحترم انه هو نيتين غاس علميا يثبت ان الموقف اللي جنبش مثلا سوء عشمات وغتسلم في ذي الفتره هذه تحول غا الموقف ونيتاتيا لا ماشي خصا خصا ايجنت حاجه ماشي من نتحاكم الى الدين كماده خام اجان مشترك نشتوي مشترك كوني ني غنتحاكم غير الرؤيه نغشين اجان واثيت خدين ما نتحاكم غير الشرعيه الكونيه للاسلام قيق قارا شي نادي وذان غاسن حقوق انسان اخذ من الشغل انسان ما رانيش نتحكم قويا ويا قام ما سامس نهاري وذا نقمع عنا يثمس نقيد دين الشيعة بتهمة أنه ينال الإخوان بتهمة أنه نشين الأقليات الدينية 73 فرقة ما صحيحة الفكرة يعني الملل والنيحة المسلمة نشين جارة نخ قوان قمع يويا قوان قمع يويا انت مالا نشو سيغ دار اعترف سويني جاني يمكن يقول جيش فئتك وحدي المجتمع اعترف وش حقوقي من باب أولى أنه كشخر حقي الملحدين وكشخر حقي موسقاني اي طوائف الجندي